أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن فرص نجاح التعاون البحريني الهندي كبيرة لما تستند عليه من علاقات متينة تمتد لتاريخ طويل عززه التعاون المشترك على الصعد الاقتصادية والتجارية الذي يعد من أبرز المحطات التاريخية لتعاون البلدين، لافتا سموه إلى أن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين تعزز من أفق التعاون والتنسيق بين البلدين الممتد لأبعد الحدود بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة. جاء ذلك خلال استقباله صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم لمعالي السيدة سوشما سوراج وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الدور الذي تطلع به الجالية الهندية في مسيرة البناء والتقدم كبير ومشهود له في كل دول العالم ومنها مملكة البحرين، منوها سموه بالخبرات التي تمتلكها الهند في مختلف المجالات مما يفتح مجالات جديدة أمام التعاون الثنائي بين البلدين. وأبدى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ارتياحه لمسار العلاقات البحرينية الهندية واستمرار نموها في مختلف المجالات، لافتا سموه إلى أن التعاون المضطرد النمو بين البلدين عززته الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين والتي أسهمت في توسيع علاقات التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما في مختلف المجالات. وأكد سموه على عمق العلاقات التاريخية الطويلة بين البلدين والتي قوت شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعاتهما التنموية وجهودهما في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار. كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. وقد نوهت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند بما تشهده مملكة البحرين من نهضة تنموية طالت مختلف المجالات بفضل السياسات الناجحة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، معربة عن اعتزاز بلادها بما تهيبه الحكومة من أجواء محفزة وتشريعية كافة كافلة للحقوق للعمالة الهندية في المملكة وما تحظى به الجالية الهندية من حسن رعاية واهتمام.